يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ هذه الجولة من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15 والجو فيها معتدل. في الإسكندرية 22-14 الجو فيها أيضا معتدل. في مطروح 21-15 والجو أيضا فيها معتدل. في بورسعيد 20-15 الجو معتدل. في الإسماعيلية 23-14 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة والجو فيها أيضا معتدل. في العريش 22-13 والجو فيها معتدل. وفي طابة أيضا 22-14 والجو معتدل. في شرم الشيخ 27-16 والجو فيها معتدل. وفي الغردقة 25-16 والجو فيها أيضا معتدل. أما في محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 24 درجة والصغرى 11 درجة والجو فيها معتدل. في أسوان 25 درجة والصغرى 12 والجو فيها معتدل. في الوادي الجديد 22-10 والجو فيها أيضا معتدل. في شلاتين 26-18 الجو فيها معتدل. وأخيرا في حلايب 24-20 والجو فيها أيضا معتدل. ويبدو أن الاعتدال يغلب على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.